البناء أول كنيسة متكرسة على اسم العذراء في مدينة فيليبي. تلاقي إنجيل لوقا النهاردة بيتكلم عن الأمنة العذراء وزيارتها لإليصابات. لكن الإنجيل النهاردة والقراءات تقول لنا وصية قولها لنا السيد المسيح. الوصية في الكاثوليكون. الوصية النهاردة المحبة. الوصية المحبة. فإحنا بنقول لأمنا العذراء في هذا اليوم أنت مستحقة أكثر من جميع القديسين أن تطلبي عنا. ليه بقى؟ عشان أمنا العذراء نالت كرامة وقداسة لم ينالها أحد قط. وفي الإنجيل النهاردة أمنا العذراء تكلمت بنبوة تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصني. وسمعنا دلوقتي العذراء قالت إيه النبوة قالتها لنا. عشان كده سكن فيها السيد المسيح ونطلب شفاعتها قوية. وأمنا العذراء نفذت الوصية بتاعت النهاردة وصية المحبة. وصية المحبة أول حاجة المحبة من القلب. تحب عايز تحب ربنا أو تحب أي حد حب ربنا الأول من القلب. إنجيل عشية قديس لوقا عن ثلاثة إخوة لعازر ومرثا ومريم. والسيد المسيح لما زارهم يقول لك وجلست مريم عند قدمي يسوع تعمل ايه؟ تسمع كلامه. تسمع كلامه. فمدحها السيد المسيح لما جت مرثا تشتكي فقال لها اختارت مريم النصيب الصالح. هي عملت ايه مريم؟ قاعده بتسمع كلام. احنا بقى هل في وقت نقعد مع السيد المسيح نقعد نسمع كلامه في الكتاب المقدس؟ كتير بنسمع قصص لكن في حد حاول يعمل زي القصص اللي بيسمعها؟ يقولوا في حد كده احد الاباء قال لحد من الشعب اقرا الكتاب المقدس كل يوم حتى لو 10 دقايق بس واظب. هتلاقيها تقيله في الاول وبعد فترة لما سمع الكلام وحب ربنا من القلب ابتدى أول يوم بعشر دقايق أول أسبوع 10 دقايق يقرأ الكتاب المقدس إصحاح واحد بعد كده ابتدى يحس إن القعدة مع السيد المسيح جميلة. العشر دقايق بقت ربع ساعة ربع ساعة بقت نص ساعة لغاية ما وصلت آخر السنة لساعة كاملة. المواظبة مهمة جدا. فأنا هيمدحني السيد المسيح يقول اخترت النصيب الصالح عشان قعدت تسمع كلام. طب بلاش دي لو انا بقعد مع ربنا. كل صلاه لترجيه فيها انجيل. العشيه دي نص ساعه كلها لو حضرناها ها يبقى سمعنا الانجيل. لو جيت بدري القداس هسمع الانجيل. حتى في الاكليل الجواز تلاقي في انجيل موجود. هل بنركز فيه ونسمعه ولا مشغولين؟ حتى صلاه الجناز فيها اكليل. المعموديه فيها انجيل. كل صلوات الكنيسة لو أنا عايز أحضر الإنجيل وأسمعه هسمعه في الكنيسة. إحنا الآن هندان أمام الله في هذا الوقت لأن الإنجيل متاح لينا غير زمان 200-300 سنة. الإنجيل ما كانش مطبوع ومتاح لكل الناس. هندان الآن عشان عندنا وسائل مساعدة يسمع الإنجيل حتى لو مش عارف تقراه تقدر تسمعه. تشغل الإنجيل المسموع تقعد مع السيد المسيح. مرة كنا مع أحد الآباء الرهبان وكنا رايحين مشوار ولقيته مشغل الإنجيل المسموع طول الوقت. عشان إيه؟ مع إن ممكن نتكلم عن ربنا أو ندردش أو لا شغل الإنجيل بصوت عالي عشان ذهنه طول الوقت يفكر في ربنا يسمع كلمة الله. مشوار خد منه حوالي ساعة ونص بالعربية. مشغل الإنجيل بصوت عالي. ليه؟ عايز هو يسمع ويستفاد الآخرين. مش عايز يبعد عن ربنا حتى لو مع ناس. فتعالوا نعمل زي مريم ونختار النصيب الصالح نقعد مع ربنا نسمع كلام. دي أول حاجة النهاردة في الإنجيل بتاع عشية نقعد مع السيد المسيح عشان بنحبه. الإبراكسيس النهاردة يقول لنا إيه؟ في محبة عايز تسمع الوصية بتاع ربنا المحبة. الإبراكسيس قال إيه؟ تعالوا نسمع كلام. هو السيد المسيح قال للتلاميذ إيه ومن العذراء والمريمات؟ قال لهم لا تبرحوا أورشليم ما تسيبوش أورشليم إلا لما يحل عليكم الروح القدس. طب هم عملوا إيه؟
نفذوا الوصية، سمعوا الكلام وراحوا في العلية وقعدوا 10 أيام ما خرجوش خالص من بعد الصعود. يبقى إيه؟ كلهم بقى بنفس واحدة، نسمع الكلام، سمعت الوصية، تعالى أعمل بيها بقى. بس بنعمل الوصية إزاي بقى؟ تعالوا نشوف عملوا إيه بقى عشان ياخدوا الروح القدس. كلهم بنفس واحدة بيعملوا إيه؟ يصلوا. عايز الروح القدس يحل عليك، نصلي. اللي بيصلي الأجبية كل يوم في صلاة الساعة الثالثة، روح القدوس يا رب الذي أرسلت روح القدس على رسل القديسين، بنطلب ربنا. اللي بيصلي الأجبية يطلبها، واللي بيصلي نص الليل برضه هو الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان ومالي كل، حل فينا. اطلب ربنا، اطلب له حل الروح القدس جواك عشان الروح القدس كده يشغلنا كده ويحركنا ويلهبنا بربنا. يبقى نسمع الوصية نعمل بيها ونطلب ربنا في الصلاة. تعالوا نصلي كل يوم نطلب من ربنا عشان ربنا يعطينا ايه؟ مواهب وثمار الروح القدس. يبقى أول حاجة تحب ربنا، الوصية بتاعت النهاردة، اقعد اسمع كلام. تاني حاجة عايز تحب ربنا، تسمع كلامه وتنفذ الوصية بقى، وتصلي تطلب ربنا وتصلي. تالت حاجة بقى النهاردة الوصية بتاعت المحبة في القداس، إنجيل القداس إنجيل لوقا. طب أنا في عندي محبة، اعمل بقى نفذ الوصية. تعالوا نتعلم من أمال عذرا النهاردة لما سمعت بس إن إليصابات حامل، عملت إيه؟ ذهبت بسرعة إلى الجبال ومكثت عندها 3 أشهر. راحت المرأة المتقدمة في الأيام الكبيرة في السن وعارفة إنها حامل محتاجة مساعدة، راحت تنفذ الأعمال المحبة اللي ربنا لنا عليها. سيد المسيح قال كده: كنت جوعان، كنت مريض، كنت عطشان، كنت مسجون، مش كده؟ فدي أدي أعمال المحبة لازم ننفذها. عشان كده لما جت أمنا العذراء ومع أولاد خالته اللي وراهم إخواته، يقولوا له أدي أمك وإخواتك موجودين، فيقول إيه؟ لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي. أخي وأختي وأمي. عشان كده أمنا العذراء نفذت الوصية، عملت الثلاثة، تسمع كلامه هو ذا أنا مات الرب، البشارة المبشرها الملاك. تاني حاجة بتصلي، شوف بترد بصلاة، مدحتها إليصابات فأمنا العذراء ردت بصلاة، وتالت حاجة نفذت وصية المحبة. عشان كده النهاردة في السنكسار، لما متياس الرسول كان في ضيقة وهي طلبت من سيد المسيح، شفعتها قوية، شفعتها قوية. فإحنا لما نطلب من ربنا، ربنا يسمع لينا. اللي بينفذ الوصية ربنا يسمع له. كنت واحد كلمني: يا أبونا صلي عشان في موضوع، في امتحان لابني وتطلع عند دكتور الساعة 5. كلمتني الساعة 4 تقول لي اطلب من أمنا العذراء، اطلب عشان الموضوع ده مهم قوي، احسن احنا قلقانين خالص. فروحت الكنيسة وصليت لأمنا العذراء، تليفون جالي الساعة 5:30: يا أبونا اشكر لنا أمنا العذراء عشان الموضوع نجح ومشي. نجح بإيمان اللي طلب، بإيمان اللي طلب. احنا نطلب من ربنا، ربنا يدينا على طول. كتير جدا بيجي هنا الكنيسة ويطلبوا من العذراء طلبة طلبة، وهم خارجين يجي لهم تليفون الموضوع اتحل، الموضوع اتحل. ليه؟ بننفذ الوصية التلاتة دول، نسمع كلامه، نقعد معاه في الإنجيل. تاني حاجة نسمع كلام ربنا ونصلي، نطلب طلبات كده. الصلاة مهمة جدا، صلاة قوية، نشكره، نسبحه، نمجده، فنطلب منه. تالت حاجة تعمل بقى الوصية اللي هنا عليها بالمحبة، نفذ الوصية. ها، كنت تعبان، كنت مريض، لازم تعمل مساعدة. الذي يعرف أن يعمل حسن ولا يفعل فزال خطية. فتعالوا كده نطلب من ربنا. عشان كده بنقول في اللي بيصلي التسبحة صوتوكية الحد، يقول لك: لأن من أجل هذا كل واحد يعظمك يا سيدي وأتي الإله القديسة كل حين. شفاعتها قوية، ربنا يعطينا كده ان احنا نطلب شفاعته من العذراء ده بقلب وايمان.
ربنا يسر البطنه ولربنا المجد دائما ابديا امين. عظمك باستحقاق ما لي صابت ناسيتك قائلا مباركة انت في النساء ومباركة هي تمرد بدنك الابرز في ناري Jesus, Maria,